قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالناس فاستغني أنت بالله، إذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، إذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، إذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله، تعرف أنت إلى الله وتودد إليه وانطرح بين يديه، تنل بذلك غاية العز والرفعة، كما قال الله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.